زمن كفيل يحل أي مشكلة. أحيانا تانية نقول أنا حاولت كتير ملهاش حل، خلاص مفيش فايدة. كلمات كتير قوي بنقولها لما بنقف قدام مشكلة بنحتار. أحيانا نتكلم مع نفسنا لأننا ما بيكونش حوالينا حد بنثق فيه عشان نتكلم معاه، وساعات نتكلم مع حد وما نلاقيش عنده نصيحة أو حل ويقول أنا عارف أنك مش هتفيدني، أنا بس كنت بفضفض. والواحد لما يقعد لوحده ويحاول يفكر في مشكلته ويلاقي كل الطرق مقفولة قدامه، ساعتها بيقفل كل الأبواب على نفسه وخلاص استسلم للأمر الواقع. لكن خلينا نقول النهاردة، هل في مشكلة فعلا ملهاش حل؟ ولا كل حاجة لو فكرنا فيها بطريقة صح وطريقة مختلفة يمكن نكون بنغلط في التفكير في حل مشاكلنا؟ ممكن في الحالة دي على الأقل نمسك بداية الخيط ونحط رجلينا على أول الطريق في حل مشاكلنا. اسمحوا لي أرحب بضيفي اللي بيشرفني، أستاذ مايكل كمال، مدرب حياة. صباح الخير أستاذ. صباح النور. أهلا بحضرتك. أنا مش هسأل الأول كلمة مشكلة اللي معقدة كل الناس واللي بتتعبنا ونحط كده حجر قدامنا لما نقول أصلا أنا عندي مشكلة كبيرة بغض النظر هي إيه، لكن في الأول هسأل بقى، في مشكلة ملهاش حل؟ ما قابلتش مشكلة ملهاش حل، بس قابلت ناس مش عارفة إيه المشكلة الحقيقية، فبيحاولوا يحلوا حاجة غير الحاجة، فعشان كده ما بيوصلوش لحل، فبيفتكروا مع الوقت إن المشكلة ملهاش حل. يعني في كل المشاكل اللي أنت قابلتها مفيش ولا مشكلة ما كان لهاش حل؟ خالص. يعني آخر مشكلة كانت حوالي 49 سنة، يعني زوج وزوجة في الجواز ليهم 49 سنة، وقعدنا اتكلمنا نتواصل بصورة مختلفة، يعني 50 سنة والمشكلة قائمة 49 سنة. بس كل حاجة ليها حل. الفكرة التحدي الحقيقي أو الصعوبة الحقيقية فهمي المشكلة، بعد كده الحلول بتبقى سهلة جدا وبسيطة جدا، بس الناس بتحاول، يعني مبنى أي للسقوط في مشكلة في الأساسات والعمدان بتاعته. الناس سايبة المشكلة دي وقاعدة عمالة تدهنه وتحط ديكورات وتعمل مجهود فيه من بره، فمهما بذلتي مجهود هيبقى حل مؤقت، المبنى شكله لطيف من بره بعد شوية وهينهار تاني. فهو ده الناس بتحاول تعمله مع الوقت ومع التكرار ومع التجربة، وإن هم بيجربوا في مرة واثنين وثلاثة وبطرق مختلفة وما بيوصلوش لحلول، يبتدي يقول لك لا مشكلتي مزمنة وملهاش حل. امتى الواحد يقف قدام حاجه ويسميها مشكله؟ يعني في حاجه ممكن اقابلها اي عائق كده، يعني زي ما بيقولوا كده كعبله في الطريق، لكن امتى اقول ده ايه ده قدامي صخره، ده انا قدامي مشكله؟ هي مشكلة في حد ذاتها كلمة تقيلة، يعني لما بفكر في مشكلة بحس ان هي ازمة، ان هي مأساة، ان انا عندي حاجة يعني طريقة تفكيري فيها اساسا بتشدني لورا، انا مش عارف اتجاوزها. لكن لو فكرت فيها ان هي فرصة، ان هي تحدي، ان هي حاجة جديدة بالنسبة لي، يعني ممكن ابص ان انا عندي مشكلة ما بيني وما بين ابني المراهق او بيني وبين زوجتي مثلا، او ان انا قدامي فرصة ان انا انمي علاقتي بيها او بيه، هي نفس الوضع، ان انا وصلت لنقطة او طريق مسدود او حاجة وحشة، بس قدامي فرصة ان انا ابذل مجهود تاني واحاول افهمه بعيون جديدة وفكر جديد. نفس الفكرة، بس ايه التصور المبدئي اللي انا حاطه؟ كلمة مشكلة او فشل او الحاجات دي بتخلي الطاقة السلبية بتاعت الواحد شداه جدا لورا، يعني مش عارف اخرج منها. لكن لما بفكر فيها بس مبدئيا ان انا اديها مسمى تاني او فرصة تانية جديدة بالنسبة لي، او في تحدي او بداية جديدة، واحدة مثلا تكون في علاقة وانتهت مش بمزاجها، تخرج من الموضوع ومتأزمة وتعلم على كل الشباب مثلا، فاللي هو طب انت بصي الموضوع ان دي بدل ما هي نهاية هي بداية لفرصة جديدة، بوعي جديد، لشخص جديد، لحياة جديدة، لكذا، ان انا مثلا اكمل اول دراسة، هعمل كذا، هعمل كذا، هفكر في الموضوع بصورة مختلفة. فهي الحاجة بنسبة كبيرة قوي على حسب ما انا بفكر فيها. احيانا الواحد بيكون عنده الروح اللي انت بتتكلم عنها دي، لكن الاجواء اللي حواليه والمجتمع بيحبطوه وبيحسسوه انه لا الفرصة التانية دي مش موجودة، فبالتالي يقول اللي حواليا مش متقبلين ان انا ابتدي من اول وجديد. اغلب الوقت اللي حوالينا مش هيبقوا متقبلين احنا نبدا من اول وجديد، واغلب اللي حوالينا 90% واكتر منهم بيقولوا لنا كلام سلبي وهدام مش كلام ايجابي. فلو انا مستني طول الوقت ان الناس اللي حواليا يامنوا بيا ويساعدوني ويشجعوني ويدعموني ويبقوا فرحانين بيا، هبقى اغلب الوقت محبط. الفكره او القدره ان انا بالرغم من الظروف وبالرغم من البيئه اللي تكون حواليا مش داعمه خالص، ان انا اعرف اعمل، يعني اتوافق مع نفسي بصوره مختلفه واعرف اخرج بره الحاجه. لكن لو مستني من بره يوم هيبقى موجود وعشرة لا. فالناس اللي بتستنى كده هتستنى كتير قوي، وهتلاقي نفسها هوائيه او موديه على حسب البيئه، على حسب المناخ، الناس اللي حواليه بالظبط. في نوعين من الاشخاص، في شخص انفعالي وفي شخص مبادر. الشخص الانفعالي هو اللي بتقوده الاهواء بتاعته او مشاعره، حاسس ان هو قادر يدي دلوقتي بيدي، حاسس ان هو بيحب مراته هيقوم وهيساعدها ويعمل كذا، حاسس ان هو مرتاح في شغله، ده المشاعر هي اللي بتحركه، ده الشخص الانفعالي. الشخص الاعلى من كده الشخص المبادر، اللي هو بصرف النظر عن انا في ايه دلوقتي او ايه ظروفي او انا راجع من الشغل مضغوط وتعبان، بس هي محتاجه ان انا اقعد بالولاد لان هي بتخلص الاكل والطبيخ لان هي راجعه برده من الشغل تعبان. فهنا المبادره يعني بالنسبه لي الحب فعل مش مشاعر، ومن الفعل بتتولد المشاعر، بمعنى ان انا في الموقف ده في الظروف دي انا مش قادر اطلع مشاعر، مش قادر اقدم، انا مش حاسس ان انا قادر اعمل ده، بس بعمل الاول الفعل، بجبر نفسي. من الفعل ده هيتولد حاجتين، اول حاجه مشاعر بيني وبين نفسي،
نظرتي لنفسي تزيد واحترامي لروحي وان انا قادر اسمو على نفسي وان انا مش اناني وان انا انسان كويس. تاني حاجه المشاعر اللي تجاهها ليا هتزيد او هتفيض، اللي هي بالرغم من ان هو ظروفه وان هو تعبان وان هو، لكن انا مقدره ان هو واقف عمل معايا كذا. فالحب بيبتدي كفعل وبعدين تحول منه مشاعر. اغلب الناس بتفكر في الموضوع بالعكس، وده يمكن سبب كتير قوي من البيوت مهدمه دلوقتي، ان احنا الناس ابتدت تدور على ايه؟ على المشاعر وعلى الحب وعلى السعاده، مش على الفعل الاول. الناس بتحس ان الكلام اللي احنا بنقوله ده محتاج ان احنا عايشين في المدينه الفاضله، وان كل حاجه في الحياه اخد وعطا، يعني زي ما انا بدي ودايما ببادر محتاج ان ده يترد لي او يكون في حاجه بترجع عليا، بقدم مشاعر. طب ما الشخص اللي بيقدم رغم ظروفه ودايما بيبادر هو كمان في وقت محتاج للمشاعر، هو كمان محتاج ان حد يحس بيه، هو كمان محتاج حد يجي يقول له مالك عشان يفكر معاه. لانه لو ما فيش المبادره، في ناس بتتعود على كده، بتتعود انها طول الوقت بتدي، وناس تانية بتتعود انها طول الوقت بتاخد. نوازن ده ازاي؟ اول حاجه ان انا ما اكونش بدي بهدف ان انا اخد، لان انا لما الناس بتبقى جواها الحته دي انا بحسس اللي قدامي ان انا بديك بس عشان اخد، او انا بديك عشان اكسر عينك، او انا اللي بدي اكتر او كده. لكن لو انا بحب هيبقى الفعل بالنسبه لي الاساسي ان انا عايز ادي، فسلوكي هيبقى مختلف وطبيعه المشاعر اللي انا حاططها في السلوك ده هتبقى مختلفه بالنسبه للشخص، فهيتقبلها بطريقه مختلفه وهيتفاعل معايا بصوره مختلفه. حاجه كمان ان انا اوازن ان انا ما اخليش الشخص في حياتي التاني، يعني ابني مثلا او بنتي، لو انا بديله طول الوقت كل حاجه هو عايزها انا هضيعه، يعني هعلمه ان ده حاجه مثاليه مش موجوده في الحياه. بعد كده هيخرج هيكتشف ان مش كل حاجه عايزها يقدر يوصل لها، او الظروف او البيئه او حاجات معينه، لازم يتقبل الفشل او الاخفاق في، يعني في موقف او في اخر. فانا برضو محتاج ان انا ادي بصوره معينه في وقت معين لشخص معين، يعني يكون وعي عندي وعي عالي ان انا اشوف امتى ادي بصوره كويسه، بس ما تبقاش الحاجه مشروطه. اغلب الناس بتقايد، يعني هديكي حب مقابل ان انت هتديني كذا، انا هديك كذا مقابل ان انت هتديني كذا، فهنا ما بيبقاش حب، ما بيبقاش هنا عطاء اساسا، فاللي قدامي ما بيحسش. انا بتخيل ان انا بحط، لكن في الواقع انا ما بحطش. في تصور بسيط الناس محتاجه تفكر فيه وهي بتتعامل مع بعض، اللي هي فكره بنك المشاعر. بمعنى ان انا تصور بسيط خالص، كان انا معايا مثلا 1000 جنيه، انا هروح افتح حساب بيهم في البنك، هقدر اسحب منهم جنيه 2 10 100 500 1000؟ اقدر اسحب اكتر من كده؟ لا طبعا. هو اقدر اسحب في حالتين، يا اما يبقى بدين او بكارد، يا اما هسحب اكتر من 1000 لو انا حطيت. احنا اتكلمت في الايداع، ما اتكلمتش كمان في السحب، ما اتكلمتش في الايداع. احنا بنتكلم على ان ما فيش غير ال1000 جنيه اللي محطوطه. تمام، بس لو حطيت اكتر، بمعنى ان انا في علاقاتي هقدر اسحب اكتر. بنفس الفكره في التعامل، انا ومراتي او انا وزميلي في الشغل او انا واي حد تاني، مجرد ما ابتدينا تعامل انا فتحت ايداع عند الاخر والاخر فتح ايداع عندي، شفته وسلمت عليه حطيت ايداع، شفته وكشرت في وشه سحبت، اهتميت بيه سالت عليه جملته في مناسبه كويسه، كل حاجه، كل موقف كبير او صغير بعمل حاجه كويسه انا بحط ايداع. بعمل موقف وحش بتكلم عليه في ظهره وبخزله، بوفي بقول لها بوعده ما بوفيش بيها، ما بحبهاش، ما بعملش كذا، بسحب. ممكن دي تبقى طريقه كويسه في حساب الواحد لنفسه، يعني انه بالورقه والقلم ولو في اخر كل يوم، بدل ما يبقى كلام مرسل كتير نعملها بالطريقه اللي حضرتك بتقول عليها، فكره البنك ده النهارده حطيت ايه وسحبت ايه. بالظبط. اغلب الناس بتفتكر ان مره واحده احنا مش قادرين نحب بعض، مره واحده وصلنا للطلاق او الانفصال او المحكمه. الموضوع ما بيحصلش مره واحده، الموضوع ان انا كل يوم وكل اسبوع وكل شهر سحبت من غير ما اخد بالي ان انا بحط قد ايه، وسحبت صحوباتي كترت قوي، وصلت لنقطه خلاص العلاقه اتكسرت. لكن لو انا بحط باستمرار، حتى لو سحبت، لان كلنا في الاخر بشر وهنغلط، هنيجي نسحب وصحوبات قليله، هنعتذر وهنحط تاني رصيد وكده، فالعلاقه هتكمل. لكن المشكله بتحصل لما بيبقى السحب اكتر. احنا ممكن نعملها مع اولادنا الصغيرين، يعني اللي هو نجيب حصاله او حاجه ونجيب كوينات مثلا بيضه وسمراء، عملت موقف كويس هنحط حاجه من دي، عملت موقف وحش هنحط اللون التاني، ونيجي في اخر اليوم او في اخر الاسبوع هنكافئ او هنعاقب. فالطفل جربناها، يعني الطفل بيكتشف ان سلوكه مختلف بناء على ده. لما بيعمل موقف وحش، لا يا ماما ما تحطيش، لا انت عملتي الحاجه الفلانيه مثلا، فلا هتحطي المره دي هتحطي ده، والمره اللي بعدها بقى عايز يكتر من الابيض ويقلل من الاسود. وفرحان هو بيعمل حاجه حلوه، فيقول لها طب حطي لي بقى انا عملت كذا، ديك لا ما تحطيش، لا انت عملتي غلطه الفلانيه، طب هراعي المره اللي بعدها. فحتى بتنفع مع الكبير او الصغير، بالصغير ممكن نعملها بصوره ماديه عشان تبقى ملموسه، بالكبير هو بورقه وقلم هيحسها هيحسبها مع نفسه. في مشاكل اكبر بكتير من فكره ان احنا نقعد نتكلم فيها دلوقتي، نقول ده في مشكله عندي. زي ما حضرتك بتقول كده، في ناس ليها سنين 10 و20 و40 سنه بتبقى مشكله. لو هاجي ابتدي افكر عمليا في حل مشكلتي، امتى حضرتك تحكم وتقول انتوا فكرتوا غلط في حل، مشيتوا في مسار مش مظبوط، ارجعوا يلا من الطريق وفي سكه تانية لو مشيتوا فيها هي دي المظبوطه؟ بنحكم ازاي عشان من نتعلم النهارده لما نبتدي نفكر في مشكله نمشي في الطريق المظبوط؟ اول حاجه اسمعي الناس بتتكلم ازاي.
ان انا مجرد ان انا اسمع الاول من غير ما احط احكام او تعليقات او اي حاجه، اسمع واقول اسئله توجهني ان انا اكتشف الحقيقه فين. ده فكره اللي بيحكم في المشكله او اللي بيساعد. او انا حتى بيني وبين نفسي لو انا بسمع الموضوع، بسمع الكلام اللي انا بتكلمه، لو انا كلامي كله متمركز حوالين ذاتي، حوالين ان انا قد ايه ضحيه، حوالين ان انا قد ايه قدمت، انا هنا مش شايف الصوره كامله، لان مفيش علاقه كده، والا ما كانتش هتستمر. لان انا موجود في العلاقه دي لان انا بقدم وان انا باخد، بس وصلت لنقطه معينه كسرت العلاقه، في نقطه معينه تريكه معينه وصلتني النقطه دي، بس هي كانت موجوده كل فتره دي لان احنا كنا متكافئين تقريبا بصوره او باخرى. لكن لما انا بقيمها ان انا طول الوقت ان انا الملاك وان انا الشخصيه الرائعه وان انا اللي عملته وهو ما قدرش وكذا كذا كذا، هنا في حاجه غلط. فانت بتسمعي الشخص وبعدين بتبتدي تشوفي الجانب الثاني، طب ايه دوافع الشخص دي؟ بعدين حاولي تنقلي الشخص من الزاويه بتاعته هو يروح للزاويه الثانيه. يعني انا بتكلم عن مشكلتي مع مراتي او مع خطيبتي ان هي مش حاسه بيا، ان هي مش بتحبني، ان هي انانيه، ان كذا كذا كذا. طب في المقابل هي ليه وصلت للنقطه دي؟ ايه مشاعرها؟ ايه البيئه اللي هي اتربت فيها؟ ايه اللي انا ممكن اكون عملته وصلتها او حسستها بده؟ او في الموقف الفلاني لما انا بشوفها مثلا عملت شعرها ولبست وعملت كذا 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 وانا ما اهتمتش اساسا اقول لها حاجه كويسه، او قلت لها ايه اللي انت عاملاه ده وصرفتي فلوس وعملتي وسويتي، فانا ايه اللي انا بحسسها؟ بعد مع الوقت هبتدي اقول ان هي كئيبه وان هي كذا وكذا، بس هل ده سبب ولا نتيجه؟ فلازم عشان نحل المشكله نرجع تاني كمان ونشوف اللي انا بعمله. ساعات بتبقى مشاكل بتتساقط ان انت لما تحلي الجزء الرئيسي فما تبذليش وقت كتير ومجهود كتير. اغلب الناس بتدور على الحاجه اللي من بره، بس اللي انت بتقوله ده محتاج صراحه مع النفس. يعني برضو دي بتبقى صعبه في حسابنا لنفسنا. يعني واحد هو بيقول او بيحكم ويفكر في مشكله بينه وبين حد، يمكن لو هو طرف محايد وبيفكر الاثنين تانيين خالص يعمل الخطوات دي، لكن لنفسنا بنكون دايما شايفين اننا الضحيه، اننا المظلومين. نادرا ما الاقي الواحد يقول انا غلطت، انا المفروض اروح اعتذر، انا غلطت المفروض اصلح كذا. فبرضه محتاجين نخرج من الحته دي. الغلطه دي بتحصل، كلام حضرتك مظبوط جدا، بتحصل ازاي؟ لما انا بروح الزاويه بتاعت الاخر بس بالنظاره بتاعتي. يعني انا بحاول اروح مكان مراتي او خطيبتي واحاول افكر بعقليتي انا، فساعتها بعمل ايه؟ باكد رايي اكتر وبوجد لنفسي مبررات اكتر. لا ما انا معايا حق في كذا كذا. لا ما تعملش كده، روح مكان زاويه الاخر بس بنضارته هو، بنفسيته هو، بالبيئه اللي هو مر بيها، بابا ومامته، بالتربيه، بتعليمه، بكل حاجه، بنفسيته، بالكلام اللي انا قلته له. اخرج بره ذاتك، تخيل ان انت قاعد، وتخيل ان روحي خرجت من بره مني وقاعده في المكان اللي جنبي او الكرسي اللي جنبي وقاعده بتتعامل معايا بالصوره دي اللي انا بسقطه على الاخر. شوف الاخر هيوصل له ايه. احيانا بيكون في رد فعل. يعني لو واحد بيعامل حد بطريقه معينه، زوج وزوجه مثلا، هي بتتعمد انها تعمل نفس الحاجات اللي هو بيعملها وعن قصد عشان توصله لفكره شوف انت بتعمل معايا ايه. يعني مثلا ممكن تلاقي واحده هي جوزها مش مقدر ان هي بتشتغل وبتطبخ وبتنظف البيت وبتربي الاولاد وكذا كذا، لو جربت مثلا في يوم تسيب له الاولاد في يوم ولا نص يوم ولا حاجه، هي تقريبا هتربيه. يعني في الموقف الصغير ده هو هيكتشف ان الموضوع صراع، يعني مأساة ان هو كان ايه يعني الاولاد وايه يعني شغل البيت وده وده. لا هيكتشف تصور تاني خالص. فساعات الواحد يمرر الاخر بتجربه بس ما يبقاش هدفه ونيته وحشه في الحاجه، بس اللي هو شوف الحاجه من زاويتي. ما هو ده احنا بنوصل اللي حوالينا انهم يعملوا معانا كده، اقصد لاننا ما بنتعبش نفسنا زي ما انت بتقول كده، ونروح الزاوية بتاعته هو ونشوف بنضارته هو حاسس بإيه. فإحنا بنوصل الناس أحيانا بتمركزنا حول ذاتنا للفكرة دي. من عادة لما بقعد مع حد بنتحل مشكلة بدور باستمرار هو ده سبب ولا ده نتيجة. يعني هو بقى مش مهتم وبره في شغله ومع اصحابه وكذا لان هو انسان اناني ومتمركز حوالين ذاته بيدور على كذا كذا كذا، ولا انت اللي نكديه وبتعملي وتسوي وتعمليه وحش وحاسس ان هو مش مميز في بيته وحاسس ان هو مميز جدا بره، حاجات كتير قوي. فلو انت بتحاولي تشوفي تتعاملي مع المشكله، هي شايفه مثلا ان هو اناني، فانت لو انت بتحاولي تتعاملي مع ان هو اناني وان هو بخيل وان هو ده وده، دي نتيجه لحاجات معينه هي بتعملها. فلو انت مهما احرزتي تقدم فيها هيبقى محدود قوي، ومهما قلت لها على حاجات تعملها او تعاملتي معاها هو يعني النتيجه هتبقى محدوده. لكن لو رجعتي ورا وغيرتي فيها هي او ساعدتيها تفهم نفسها وتغير روحها، ساعتها السلوك نفسه هيقع. المشاكل اللي هو كان بيعملها معاها وقعت، العصبيه بتاعته او التطور اللي كان بيعمله معاها وقع ببساطه جدا. ليه؟ لان هي بقت بتعامله بطريقه مختلفه، بقت بتقدره، بقت بتحترمه، بقت بتحبه، بقت بتقدم له كذا. فساعات تشوفي ما تضيعيش وقت كتير ومجهود كتير ان انت تتعاملي في الحاجه من بره، شوفي ايه سبب النتيجه وهل ده سبب ولا نتيجه في الموقف بتاعي. لو اتكلمنا بلسان كل واحد عنده مشكله وتعبان وقالت لك انا بعمل كل الحاجات اللي انت بتقولها لي دي، بحترمه، بقدره، بحاول اخد خطوات ايجابيه وبرده مفيش فايده، تنصحها برده بايه؟ اول حاجه هشك ان كلامها مظبوط لان لسبب واحد، لان هنا انا بسمع عاده بتسمعي بتتعاملي مع طرف واحد، فمحتاجه تشوفي الحقيقه كامله بناء على نص الحقيقه. لان انت بتسمعي من طرف واحد، فانت بتشوفي من زاويتها، انت مش بتكذبي الشخص، والناس مش بتكذب، ومش هدفها ان هي تتعامل معاكي او تبعت لك على جلسه او حاجه وتبقى بتكذب عليكي، بس هي بتبقى في الاول بيكذبوا على روحهم، بمعنى ان هم مش شايفين الحقيقه كامله،
فانت دورك كله ان انت تشوفي الحقيقه كامله. ما دام انا شايف ان انا بعمل وبدي وبدي وبدي، اكيد في حاجه غلط، اكيد الاخر ما هو مش وحش قوي للدرجه دي، والا ارتبطتي بيه ليه او ارتبطتي بيها ليه؟ في حاجه كانت غلط او في حاجه انا حولت الاخر فيها. فانت بتحاولي تكتشفي ايه الحقيقه. بمجرد ان انت تكتشفي الحقيقه بتكتشفي ان التغيير سهل جدا، اسهل مما الناس تتخيل، وبيبقى مستمر، بس لو نابع من الحقيقه، لو نابع من فهمي وادراكي للحاجه من جوه. غير كده مهما تعملي هيبقى تغيير مؤقت جدا ولحظي، والناس هتنبسط بحاجه وترجع لورا اكتر، زي استك بشده، فانت بتشديه بيوصل لاخره وبيرتد تاني باقصى قوه. لكن لو هو حبل انت هتقدري تاخديه وتجربيه، فما فيش مشكله، مش هتحسي ان هو في اللي بيفضل يأنب نفسه على حاجه معينه انه هو السبب فيها، يعني علاقه فشلت، جواز ما فيهوش راحه وكله مشاكل، والواحد يقول انا اتحديت الظروف، انا اتجوزت فلان ده، وانا انا اللي عملت كده في نفسي، زي الكلمه اللي ناس كتير قوي بتقولها. فنحط المشكله دي قدامنا ونفضل طول الوقت عايشين بذنب ان اسأنا الاختيار. وهكذا برضو ممكن ناس تعمل ده او تخطئ في شغل، في طريقه تربيه اولادها، تكتشف ده بعد مرحله متاخره بعد ما الاولاد يكونوا كبروا، لكن انا اللي وصلته لده، ونبتدي نعيش بالذنب ونحطه في برواز وطول الوقت بنعاقب نفسنا عليه. هي جلد الذات دي حاجه مأساة، و90% واكتر من الناس بتعيش فيها للاسف. اول حاجه، في تصور بيقول لك ركزي ان السلم مسنود على انهي حيطه. مش مهم السرعه والكفاءه اللي بطلع بيها السلم، لكن المهم يكون السلم ده مسنود على الحيطه الصح. لو انا خدت 10 سنين ماشي في شغل معين او في رساله دكتوراه او في علاقه معينه، بس ما كانش المفروض مهما كنت شغال فيها بكفاءه، بس ما كانش المفروض امشي في العلاقه دي او امشي في الرساله دي او امشي في الحاجه دي، يبقى انا ضيعت وقت ومجهود. فاول حاجه لازم ابقى عندي وعي شويه قبل ما اتحرك في الحاجه. طب ما كانش عندي وعي واتحركت في الحاجه، ابتدي اتعامل مع الموضوع بصوره مختلفه. ان انا اغلب حاجه، يعني الميزه في الماضي ان هو مضى بحلو وبوحش، هو خلص. بس المشكله الناس بتقع فيها ان هي تبتدي بوعيها دلوقتي، بمعرفتها دلوقتي، بادراكها دلوقتي، تقيم قرار خدته من 10 سنين. انت في 10 سنين نفسيا كنت مختلف، نفسيا انت كنت مختلفه، كنتوا بتتعاملوا بصوره مختلفه، اجتماعيتكم، شخصيتكم، عقليتكم. ما ينفعش ترجع لورا وتقيم قرار لما تقعدي مع حد ويقول لك انا لو رجع بيا الزمن عمري ما هعمل كذا. طيب عمرك ما هتعمل كذا، يعني معناه ان انت استفدت من الموضوع ده، معناه ان انت بقى عندك نضج مختلف. لانك لو ما عندكش نضج مختلف هترجع تبص على نفس القرار وتقول هعمل نفس الكلام. يا اما انت كنت واعي قوي وعملت الحاجه صح فانت مش حاسس ان انت هتغيرها، يا اما ما كانش عندك نضج خالص، او يعني ما عندكش وعي خالص، فانت مش شايف ان انت اتعلمت اي حاجه خلال ال 10 سنين دي. لكن ما دام شفت ان انت لو رجع بيك الزمن مش هتعملها، معناه ان انت دلوقتي بقيت بوعي ومعرفه وقدره وامكانيات اكتر. معناها ما تحكمش على نفسك ساعتها ان انت كنت غلطان، لان انت دلوقتي برضه في نفس الوضع اللي انت فيه هتاخد قرار بعدها ب 10 سنين هتغلط نفسك فيه. فانت خدت القرار دلوقتي بناء مش بس على المعرفه، انا ممكن اكون عارف ايه الصح وايه الغلط، بس كمان في عامل مهم جدا اللي هي النفسيه. ده اللي بيحكم اغلب سلوكياتنا، احنا بنبقى مش مدين الموضوع ده وبنتخيل الانسان مخلوق عقلاني. لا، الانسان مش مخلوق عقلاني قد ما هو، مش عقلاني قد ما هو عاطفي. مشاعره، غضبه، فرحه، كل الحاجات دي بتاثر على قرارات العاطفه. بالظبط، العاطفه هي اللي بتوجه سلوكنا اغلب الوقت. يعني انا عارف مثلا ان التدخين مضر، عارف ان انا المفروض العب رياضه، عارف المفروض اعمل دايت، ايه اللي يخليني ما اعملش ده؟ ان انا ببقى رابطها على مستوى عاطفي وعصبي بالالم، ان انا هضحي بالنيكوتين اللي انا باخده، او ان انا هصحى الصبح بدري وهجري وهتحر وهعرق وهحس بمجهود وهنهج وهعمل كذا. فلما ببقى رابطها بالالم، الجانب النفسي في الموضوع هو ده اللي بيشدني ورا، ويخليني لو عملتها ابقى متغصب على نفسي كام يوم. عشان كده الاراده ضعيفه، الاراده بتخليني ابتدي الحاجه لكن مش هكملها. او اربطها بالمضايقه، يعني لو متضايق مش همارس الرياضه بتاعتي، ماليش نفس اعمل كذا. هنا ده شخص انفعالي. يعني لو بنتكلم برضو في المبادر والانفعالي، فده شخص انفعالي مشاعره على حسب ما هو حاسس بالحاجه. لكن المبادر انا عندي مبدا واحد، انا عندي سيستم واحد، انا عندي قاعده معينه هي اللي بتحركني، فما فيش حاجه بتخليني اخرج بره النطاق ده او التراك ده. الثقه يعني اكيد بتشوف في الجلسات حضرتك الناس اللي بتيجي وبتتكلم، ممكن يكون السنين اللي فاتت دي كلها ما فكروش انهم يتكلموا ويطلعوا اللي جواهم لحد، وكانوا بيخزنوا كل مشاكلهم وانفعالاتهم وتراكمات يمكن هي اللي تسببت في المشكله دي. ليه؟ لان ما فيش ثقه في الناس اللي حواليهم، او يمكن جربوا مره او اتنين يتكلموا، اللي قدامهم ما عندوش راي يقولوا، او بيصبروهم بكلام بيضايقهم اكتر من الحل او الحاجه اللي هم منتظرينها. كلنا بنتكلم بنبقى مستنيين ان الحد ده نحس انه متعاطف معانا، بيفكر معانا في حل. لو ما لقيناش بنرجع نقفل الدنيا على نفسنا مره ثانيه. نختار ازاي اللي نتكلم معاه؟ يعني هو اكتر من ان هو يسمعني او يقولي، ان هو بيبقى عايز يحس بيا. دي الناس بتدور عليها قبل اي حاجه،
ان شخص يحس يعني بيه. ان انا اكون حاسس فعلا بالالم اللي انا فيه في الموضوع ده، مش ان انا هون الموضوع. انا ما عنديش، لما حد بيتكلم في مشاعر معينه انا بقبل اي مشاعر واي حاجه ممكن تسمعي من اي حد، لان انا عندي فكره عبيطه، فكره مجنونه، ما فيش فكره مجنونه، اعبر عن حاجه زي ما هي وبعدين نتناقش معاها او نتعامل معاها. انا عندي المشاعر الفلانيه او انا بحقد، طب ماشي المشاعر جواك، بس نرجع نشوف ايه الحاجه من ورا. ان المشكله الناس مش بتقدر تقبل حاجه بصوره صح، بيبقى عايز يعبر عن الحاجه زي ما هو، يعري نفسي قدام حد ويكتشف ان انت لسه بتحبني زي ما انا بكل عيوبي بكل مشاكلي بكل اخطائي. الناس ما بتعرفش تعمل النقطه دي، بتخاف انها لما تتكلم اللي قدامها يغير فكره او وجهه نظره فيه، بعد كده يرجع يتعامل معاه بشكل مختلف، عارف عنه حاجات هو مخبيها بقاله سنين، هيمسك عليه حاجه اللي حضرتك بتقوليه بيحصل، او هيمسك عليه حاجه او هيعايره بعد كده. يعني واحده وجوزها تقول له عن حاجات مثلا مرت بيها من زمان او حاجات بين باباها ومامتها، يقعد بعد كده في خناقه يروح معايرها بيها. فانت بتقتل الشخص اللي قدامك للاسف، لان ده بيحصل. فعشان كده الناس بتخاف، يعني مش هنقول ان ده مش موجود او الناس بتتوهم فعشان كده بيتكلموش مع حد، بس النماذج السلبيه بتخلي الناس طول الوقت بتخاف، طول الناس الوقت فاقده الثقه في اللي حواليها. على طول بسمع ناس تقول لك مثلا انا ليا 30 سنه عمري ما قلت الكلام ده لحد قبل كده. بس هو بيحس ان انت بتسمعيه جدا، مهتميه جدا، بتحتوي اللي قدامك، بتحسي بمشاعره، وده اللي بيخليه ينفتح معاكي اكتر. ما بتحكميش عليه، النقطه دي اهم بالنسبه له جدا، ان انت ما بتحكميش عليه ونظرتك ما بتتغيرش. لو قال حاجه وانت انفعالاتك اتغيرت ونظرتك، ودي مش هتعرفي زي فيها، هي من اللي من جواكي هيطلع الطريقه اللي انت بتعبري بيها. الفكره ان انت بصي ان احنا كلنا بشر، ان احنا كلنا تحت الضعف، ان احنا كلنا ممكن نغلط، الموضوع ابسط من كده. لكن لما احنا بنتخيل ان احنا افضل من غيرنا، او ازاي هو عمل كذا او ازاي هي عملت كذا، ببتدي ادين الاخر وبحكم عليه. لكن لو انا ببص الموضوع ابسط من كده، ان كلنا بشر وكلنا في لحظه ممكن نقع او في لحظه ممكن نغلط، خلاص الموضوع بسيط. ان انت اقدر ان انت بتقولي الحاجه، مش معناه ان انا هجلدك بيها او هجرحك بيها بعد كده، انت بتديني سلاح، انت بتكشف لي نفسك، فالمفروض احبك اكتر، احتويك اكتر، ادعمك اكتر. لو فكرنا بالطريقه المختلفه دي هنتعامل مع الناس بصوره مختلفه، وساعتها هم ينفتحوا علينا اكتر. ده دي رساله انا مش بوجهها دلوقتي بقى للشخص اللي تعبان او اللي عنده مشكله، لاي حد بيتدخل انه يحل مشكله لحد. حاول انك تتعامل مع اللي حواليك او مع صاحب المشكله بالروح اللي انت بتتكلم عنها دي. صدقيني ساعات بيبقى السمع والسكوت في حد ذاته افضل علاج بالنسبه لبعض الناس. في بعض الحالات ساعات بقى يبقى في اعمق من كده طبعا، مش مجرد بس الناس فضفضه، بس قصدي لو واحد مثلا انا مش متخصص وكل اللي انا عملته للاخر بس ان انا سمعته بحب باهتمام، سمعته جدا، ساعتها الشخص هيحس براحه كتير مبدئيا. بعد كده محتاجه تروحي لحد تاني او تتعاملي مع المشكله بعمق مختلف طبعا، بس قصدي السمع من غير ما اقول حاجه. احنا بنعمل ايه؟ يا اما بنعلق، يا اما بننتقد، يا اما بنوجه، يا اما بنسقط السيره الذاتيه بتاعتنا. لا انا اقول لك انا عملت في كذا وكذا في المشكله، وانا وقت ما كنت في ابتدائي كان بابا وماما كنا 20 واحد وكنا بناكل على الطبليه وكنت بروح بجزمه مقطعه. وتبتدي تقولي اللي هو انت عندك تاب وعندك موبايل وعندك وعندك وعندك، ايه اللي بيحسه ابني او بنتي او الشخص اللي بيقول ان انت حياتي تافهه، ان انت مش حاسس بالحاجه اللي عندي؟ طبعا هيقفل على نفسه، مش هيتكلم معايا تاني بصوره تانيه. لكن لو انا سمعته بس، حاولت اشوف الحاجه، التحديات اللي هو بيمر بيها، الاغراءات الموجوده حواليه وهو بيقاوم ان هو ينجح وان هو يعمل، ابتديت اشوف الحاجه من عينيه هو وقدرت تعبه، ساعتها هيبقى مستجيب، بيقول لي طب يا بابا انت مش كنت في سني وعملت كذا. لكن ايه اللي بيحصل؟ ان انا اللي بسقط السيره الذاتيه بتاعتي الاول، فهو مش عايز يسمعها، انا عايز اتكلم عن نفسي مش عايز اسمعك انت. فبتقفلي الشخص. دايما بقول للناس مين اكتر حد بتحبوه؟ فكروا في حد بتحبوه. فالناس تسرح ثواني تفكر في حد بتحبه. اكتر حد ايه الميزه الرئيسيه اللي فيه؟ غالبا هتكتشفي ان الميزه الرئيسيه في الشخص اللي انا بحبه جدا ان هو بيعرف يسمعني كويس، مش الاكتر حكمه ومش الاكتر كلام ومش اكتر اي حاجه، بس فعلا لما ببقى تعبان او لما عايز افضفض او لما ناجح او فرحان او اي حاجه بيعرف يسمعني كويس. السمع ده احنا عندنا اربع مهارات في التواصل، الكتابه والقرايه والكلام والسمع، بنتمرن على الثلاثه الاولانيين، مفيش حد بيمرن على السمع مع ان هو اهم واحد فيهم. لو احنا بنعرف نسمع، يعني ممكن تلاقي حتى مذيع او مذيعه هو المفروض ان هو بيعرف يسمع، تلاقيه هو بيقطعك في الكلام. في علاقاتنا واحده تروح ترجع من شغلها هي عايزه تتكلم مثلا، ده احتياج رئيسي بالنسبه للمراه ان هي تتكلم عشان تفضفض او تكتشف مشاعرها او حاجه معينه، الراجل بالنسبه له لو بيتكلم بهدف مش قادر معين. يسمعها راجع تعبان فكمان بيقطعها، فدي بتجيلها كبيره يعني. طب حاول ان انت تديها الوقت وتسمع. الراجل مبدأه ان هو حلال مشاكل، يعني هو بيسمع بهدف القنص من الانسان البدائي، ان هو بيدور فين المشكله وهصيب الهدف ده. حضرتك انت مش مطلوب منك اي حاجه، انت رائع وافكارك عظيمه وحلال مشاكل رهيب، بس هي كل اللي محتاجاه ان انت تحتويها وتسمعها. هي تبتدي تقول له رحت الشغل وبعد كده رجعت عديت على ماما ومش عارف ايه، يقول لها طب ما انت الغلطانه ان سمحتي لمديرك كذا او زميلتك كذا، واختك ما مش مامتك دي ليها اختك برضه وهي المفروض ان تخدمها. هي مش عايزه كل الكلام والنصايح الرهيبه دي، هي بس محتاجه تفضفض، محتاجه تحس ان قد ايه انا تعبانه بره وجوه ومن عيلتي ومن ده ومن ده. احتويها، احضنها، استنى لها لما هي اللي تقول لك ايه رايك.
بالظبط. يعني انا افضل نصيحه باستمرار بقول للناس اللي هو ما تقولوش الحاجه، ما تسكتوش السيره الذاتيه، ما تجاوبوش على حاجه غير لما الاخر يسالك قبلها، انت مش مطلوب منك ده، لان وقتها هو كمان هيسمعك باهتمام. بالظبط. لان هو اللي طلب رايك، لكن فكره ان طول الوقت انت اللي عمال تمضي نصايح وتبدي حلول او حاله من اللوم زي ما كنا بنقول دلوقتي، ده بيضايق الشخص، بيخليه مره تانية يرجع يقفل على نفسه. يعني لو حبينا ناخد كل اللي احنا قلناه ونقول ان احنا بنغلط في طرق حل مشاكلنا في 1 2 3 عشان بعدها نقول الطريقة الصح اللي نفكر بيها كذا، بنغلط فيه الافكار اللي بتقابليها باستمرار عند الناس، ان مشكلتي صعبه ملهاش حل، مدام جربت كذا وكذا وكذا يبقى مش هوصل لحاجه، ان المشكله مش فيا، المشكله في الاخر او في البيئه او في ربنا او في الظروف او في اهلي او في التربيه او في حاجات معينه. ساعات الناس بتكلكع الامور على نفسها، بتحس ان مفيش مخرج، لكن لو حولتي الموضوع ابتديتي تفكري فيه، يعني صعوبات التفكير المبدئيه دي بتقفلني. لو انا بقول مشكلتي مزمنه وملهاش حل، طب انا لما بقول كده دي لعقلي معناها ان انا مش هدور على اي حل. ليه؟ لان هي ملهاش، انا اديته الاوردر ده من الاول، الامر ده من الاول، ان انت ما تدورش كده كده مهما تدور مش هتوصل. فلما بيبقى قدامي حاجه مش بلاقيها. لكن لو انا بفكر في الموضوع بصوره تانية، ان كل مشكله ليها حل، كل مشكله ممكن تكون فرصه بالنسبه لي او تحدي جديد لنمو مختلف، ان انا مش معنى ان انا مش فاهم ان انا جربت كل حاجه او ان انا عارف كل حاجه. حد يقول لك مثلا جربت مليون طريقه، عدهم لي، لا هم يعني 1000 ماشي 100، في الاخر تلاقي هم نفس الثلاث طرق اللي بيعملهم وما وصلش معاه لاي حل. فكره الناس بتجرب طرق محدوده جدا في العلاقات، في التعامل، في اي حاجه، اسمها بس اللي مختلف، لكن هي برضو بتلف حوالين نقطه واحده او اسلوب واحد في التفكير. بالظبط. وبتعمليها من زاويتك، ما جربتيش ابدا، لا تتخيلي مدى التغيير اللي بيحصل لحظي لما الناس بتخرج بره ذاتها وتروح للزاويه الثانيه وتبتدي تشوف الحاجه، بتنبهر. اللي هو الاول مره انا كنت شايف ايه ده، انت بتحبيني قوي للدرجه دي، ايه ده انت بتحبيني قوي كده، انت مهتم، انت مش عارف ايه، انت حاسس بالمي، حاجات رهيبه بتحصل. والتغيير بيبقى دايم لان انا الاول مره عينيا بتتفتح على حاجه. لكن طول ما انا منحصر تجاه ذاتي انا بس والمي ومشاكلي، دي نقطه كمان مهمه، ان انا في الالم او في المشكله او الحاجه ما تركزش في الجزء الخاص بيك انت، اخرج بره ذاتك وقدم حاجه للاخر، قدم حب، قدم اهتمام، قدم حاجه، ساعتها هتفقد جزء شويه من المشكله وهتحس بدورك وهتحس ان انت بتاثر في الاخر بصوره غير مباشره، هيتغير معاك بصوره او بطريقه تانية. لو قلنا بقى الطريقه الصح، دايما نقول ننصح اللي قدامنا نقوله اخرج بره الصندوق. الكلام النظري اللي احنا دايما بنقوله بيستفز الناس زياده جدا جدا، يعني الواحد شايف كده يبقى هو قصده خير وعاوز يساعد اللي قدامه، لكن يقول له كلمه يخليه يقفل مره تانية منه، مش عاوز يسمعه خالص. حاول تخرج بره الصندوق. ايوه، اخرج بره الصندوق ازاي؟ يعني عمليا لما اقدم نصيحه لحد زي كده او اساعده، يعني احنا عايزين نقول زي ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي، بلاش تستفز الناس، حاول تسمعهم على قد ما تقدر، حتى لو ما عندكش حل انك تقوله اسمع بحب. لكن لو حد جه طلب نصيحتك وللاسف انا ما عنديش حاجه ان انا اقولها له، مش عايز انصح نصيحه، بالعكس تبوظ المشكله مره تانية، لان في ناس بتتدخل بتبوظ كل حاجه، ده كتير بتدمر. يخرج بره الصندوق ازاي بطرق مختلفه؟ ابسط حاجه واسهل حاجه، حاولي تشوفي الحقيقه او الحاجه او المشكله بعيون مختلفه، من زوايا مختلفة. لو جربتي تعملي الموضوع ده هتكتشفي ان انت بتشوفي ده دوري مثلا، لو انا بعمله مع نفسي او لو الاخر بيعمله معايا، اسال نفسك اسئله جديده ودور على البدائل او الاجابات المختلفه. يعني ابتدي بورقه وقلم. يعني احنا النهارده عايزين نبقى احنا بنساعد الناس كده، بنبقى عارفين 1 2 3 احنا هنعمل كذا. كل اللي عنده مشكله شايف انها متراكمه وبقالها سنين وملهاش حل، هيعمل ايه معانا دلوقتي؟ يجيب ورقه وقلم ويعمل ايه؟ يجيب ورقه وقلم ويشوف ايه المشكله اللي من وجهه نظره، يشوف هو كان بيفكر فيها، يكتبها مثلا، انا بفكر في الحاجه الفلانيه او المشكله بالنسبه لي التحدي الفلاني. اسال نفسي هل هو فعلا المشكله دي ولا في حاجه تانية؟ هل المشكله دي في، لو في حاجات تانية هجمع النقط، لان ساعات مثلا الناس تبتدي بثلاث اربع مشاكل وتصب في الاخر هي في مشكله واحده بس، فجمع الحاجه او فرقها على حسب بوعي مختلف، ابتدي شوف هل فعلا هي واحده بس ولا هم اكتر من حاجه، عشان ما تضيعش وقت ومجهود في حاجات كتير. وبيبقى فيه كمان لو 3 4 مشاكل كلهم عباره عن نتائج لمشكله رئيسيه. بالظبط، فارجع للرئيسي في الاخر، في الاخر ضمهم، يعني هات الجذع بتاع الشجره نفسها عشان توصل في الاخر لحل، ما تشتتش نفسك في كل الفروع والورق اللي موجود بره. شوف المشكله الحقيقيه فين، جرب تعيد صياغه الحاجه، اسال نفسك اسئله جديده، يعني ما فيش اجابه غبيه، لكن في سؤال ذكي وسؤال غبي. الاجابه بتتحدد على حسب السؤال. اللي بيحصل الناس طول الوقت بتجاوب الاجابات بنفس الصوره، بتسال الاسئله بنفس الصوره. فبتفضل شايفه الحاجه بنفس الطريقه. يعني مثلا مثال بسيط، لو انا بقول مثلا ان انا ماليش اجتماعيات وليه الناس ما بتحبنيش، لو انا سالت نفسي سؤال زي ده هبتدي اقول لان انا اتم ولان انا كذا وشخصيه مش كذا وكذا، كل الاجابات هتبقى متمحوره حوالين ذاتي وكلها هتبقى سلبيه. نتيجه الاجابات دي هنزل لتحت، مفيش ثقه في الذات. بالظبط. لكن لو سالت نفسي سؤال تاني بنفس المعنى بس بطريقه مختلفه، ازاي هيكون عندي اجتماعيات اكتر؟ هو نفس المعنى بس بطريقه مختلفه،
ساعتها الاجابه بتاعته هتبقى 1 2 3، ادخل على اليوتيوب واقرا مش عارف اسمع كذا. الحلول بقى يعني هنا هيفكر في حلول بالظبط، في حلوله وفي ايدي وفي ايد الاخر. فانا هنا بدور، السؤال بينقلني نقله ثانيه خالص، بيحطني في مصدر قوه. السؤال الثاني هيقول لي اصل انت كذا، اصل انت مريت بظروف الفلانيه، اصل انت مش عارف ايه، اصل ما حدش بيحبك، اصل شخصيتك كذا، وهيربطها بحاجات بيها هيسحبني لتحت. فلما بسال نفسي اسئله مختلفه، دي نقطه رئيسيه، ان انا لما اتعامل مع المشكله ابتدي اسال نفسي اسئله جديده واسئله مختلفه، وادور على الاجابات والبدائل اللي ما كانتش موجوده. يعني اغلب الناس بتشوف بديل واحد، بابا عمل معايا التصور الفلاني عشان كذا. طيب اللي ورا ده كان ايه، او ايه البدائل التانية، او لو انت خدت رد فعل او فعل مختلف تجاه ده، بابا كان بيضربني مثلا زمان وانا صغير وبيعمل معايا كذا كذا، طب ايه اللي انت كنت بتعمله؟ كنت بزعق فيه وممكن اغلط واتطاول واعمل كذا، فكان ايه اللي بيحصل؟ فهو بيتطاول معايا زياده. طيب لو جربت مثلا انت تجري عليه وتحضنه، او ان انت تعيط، او ان انت لو جربت تعمل حاجه بصوره مختلفه كان هيعمل ايه؟ يقول لك مش عارف. بعدين يفكر شويه يقول لك اختي كانت بتعمل كده وكان بيبطل. فهو بيعيد صياغه الحاجه او بيفكر في الموضوع بصوره مختلفه، بدل ما كان شايف ان بابا مش بيحبه لكن انا كنت بعمل الحاجه فبتوصله نتيجه مختلفه. فعيد صياغه الحاجه، اسال نفسك اسئله جديده، حاول تروح تستكشف مناطق ما شفتهاش قبل كده. لو الشخص وصل في الاخر لمرحله التشوش وهو بقى يعني مشوش، هو معناه ان هو ابتدى يعمل يعني بريك ثرو او اختراق للحاجه دي، ابتدى يشوف الحاجه بحقيقه مختلفه، ساعتها هيوصل لتغيير. لو قعد يحلل وعمل كل اللي بنتكلم فيه ده ورجع للحاجه بنفس الصوره، هو ما وصلش لاي حاجه. لكن في مرحلة تشويش، عشان بس الناس ما تتخضش لو وصلت للمرحلة دي وحست بيها، لا دي مرحلة رائعة يعني. متلخبطين مش فاهمين هم صح ولا غلط، بعد ما كانوا في المرحلة الأولى متأكدين تماما ان هم صح بالظبط. التأكد مشكلته في ايه؟ ان انا معناه ان انا شايف لنفسي الحاجة بنفس الصورة، ان هو عاملني بالصورة الفلانية او نظرتي لنفسي او اي حاجة. التشوش بيحصل لان الشخص وصل لنقطة اول مرة عينيه اتفتح على حقيقة او جانب من الحقيقة هو ما كانش شايفه. مثلا واحده كانت بتتكلم ان حد بيحبني وعمل معايا كذا واتخطبنا ومش عارف ايه، وبعدين سيبنا بعض، وبعدين رجعنا تاني ماشي، وبعدين قابلته وانا رايحه قابله شفته ومشيت تاني، خدت قرار ومشيت. هي بتفكر في الموضوع قد ايه ان هو بيحبها وهي لسه مرتبطه بيه عاطفيا ونفسيا. لو انت اتكلمتي في الموضوع، طب قلت لها ما رجعش وراكي ليه؟ اول مره يتفكر في الموضوع ده، هي ما فكرتش ولا مره ان هو ليه ما رجعش وراها، بس هو ما رجعش وراها ال 1 2 3. بس لما ابتدت تفكر كده، طب هو فعلا كان بيحبني بالتصور اللي انا كنت شايفه مثلا؟ فسؤال جديد يبتدي يوجه ذهني لنقطه تانية او ادراك تاني مختلف تماما عن الوهم اللي انا ببقى معيش. هي كانت بتأنب نفسها ان هي السبب، ولو ما كانتش مشيت كانت العلاقه استمرت مثلا، او ان هي كانت شخص وحش وهو اللي كان بيحبها طول الفتره دي وهو كان وافي، طب هو ما مشيش وراكي ليه؟ فتبص تلاقي الشخص اتشوش. لا ليه اتشوش؟ لان هو لاول مره صحيح هو ما مشيش وراي ليه؟ انا عمري ما فكرت في الموضوع ده من 20 او من 30 سنه. فالاسئله الجديده بتخليني اروح لمناطق جديده وما اخافش من الموضوع ده. الموضوع بيبقى مخيف طبعا، لان انت بتواجهي حاجه انت ماشيه في طريق مامون ليكي 20 30 سنه 50 سنه بتفكري في الحاجه بنفس الصوره، فان انت تخرجي براها ده صعب. بس في المقابل الحقيقه يعني هتطرحك ارضا، بس هي الفرصه الوحيده ان انت تديكي حياه او ان انت تغيري من الواقع يعني. ممكن المشاكل والضغط اللي بيبقى على الانسان يوصله لمرحله المرض النفسي، يعني نقول في مرحله زي ما احنا بنتكلم دلوقتي بدايات، ممكن يلجا لحد يساعده على تفكير مختلف، على طرح اسئله بصوره مختلفه. لكن في بعض الاحيان الانسان بيكون مر بمشاكل مشاكل مشاكل، وتيجي حاجه صغيره جدا اصغر بكتير من كل اللي مر بيه، تكون هي بالنسبه له النقطه الفاصله اللي زي ما هو بيوصفها يقول اتدمر بيها، وهنا بيلجا بقى للطبيب النفسي والعلاج بالظبط زي ما الناس بتوصفها. المرحله دي بتبقى مرحله صعبه، والناس اللي ما شافتش كل المشاكل اللي مر بيها بتشوف بس انه يا الحاجه دي بس هي اللي عملت فيك كده، لا كان في تراكمات وصلته للمرحله دي. هنا الموضوع بيكون اصعب، ولا برضو نقدر نقول ان قدامها ما فيش مستحيل وممكن يرجع ويفوق لنفسه؟ وهل لازم يلجا لطبيب نفسي، ولا بفكره الصراحه مع نفسه وطرق حل المشكله ممكن يتعالج؟ انا بحس الطب النفسي دوره الجزء الكيمياء، لو في مشكله في المخ في افرازات معينه او حاجات معينه محتاج ادويه. غير كده ساعات لما بنكتب الدكاتره بتكتب ادويه للمشاكل ممكن تتعامل بصوره معينه، انا بدمر او باثر على الشخص بصوره سلبيه، فما الجاش للنقطه دي غير لما اكتشف او في حاجه معينه او في تحاليل او رسم مخ او حاجات معينه تبين لي ان انا عندي كسور في النقطه دي. غير كده لما تبقى مشاكل اللي انا بيحصل لو انا باخد مهدئات ومنومات وانتي ديبريشن وحاجات زي كده، ايه اللي هيحصل؟ ان انت بتتغافلي شويه عن المشكله وبعدين بتصحي تاني ترجعي لها. صحيح، ده بيبقى حل الناس بتستسهله وخلاص، من كتر الضغط بتلجا للمهدئات للمنوم حاجات كده يعني. بالظبط، عشان كده ابتديتي تشوفي الناس ابتدت تلجا بصوره مختلفه، لا انا مش عايز اروح لده، انا عايز اروح لحد بس عشان اتكلم عشان نحل المشكله بصوره مختلفه، لان انا مش شايفه ان انا مجنون او عندي كسور معين في المخ او حاجه بصوره مختلفه. هنا انت محتاج علاج بصوره طبيه. غير كده انت محتاج تتعامل مع المشاكل ومحتاج ان انت تحللها بالصوره اللي احنا بنتكلم فيها دي، او اروح لمختص يحلل معايا الحاجه لو انا مش عارف او مش واصل للنقطه دي. لكن الاستسهال في الحاجه او ان انا ادور على الحلول السهله السريعه مش هوصل لحاجه.
او هضر نفسي كمان بصوره ثانيه. الحته اللي حضرتك كنت بتتكلمي فيها قبلها اللي حته ان الحاجه تيجي في نقطه معينه او قشه، الانفعالات اللي انا مش بعبر عنها، المشاعر المكبوته، الحاجات اللي مش بتعامل معاها بصوره صح، ما بتموتش، بتدفن حقيقة وبتصور عليا بعدها يوم اسبوع شهر سنه 10 سنين، تكتشفي ان موقف صغير جدا اثار حاجه، وغالبا بتبقى على مستوى اللاوعي، اثار حاجه تانية خالص جوايا، واكتشف ان انا ليه اتعصبت قوي كده، بس هي دي كانت نتيجه لحاجه تانية بصوره غير واعيه خالص، دي اللي اثارت النقطه دي. فلازم ارجع اتعامل مع الاول مع المشكله او مع الحاجه اللي انا مريت بيها، خوفي مثلا او قلقي او ضيقي من الطريقه اللي بابا كان بيربيني بيها، فتحصل ان انا اسقط الصوره دي، صوره الاب او الزوج او على الزوجي، فابعده او اخليه اعامله بصوره وحشه، او على اولادي في خوف معين، فانت بتسقطي حاجه على حاجه تانية خالص، بتعاقبيه هو على حاجه مش ما تخصوش، ما عملهاش صحيح. او تبصي مثلا تلاقيها في علاقات، واحده تتخطب ويتعامل شخص يكون اناني ووحش وداخل يستغلها وده وده، تيجي بعدها تفقد الثقه في كل واحد، يجي اللي بعدها اللي يتقدم هي بتدفعه ضريبه اللي قبله، هتتعامل معاه على انه اناني برضه. بالظبط، هي بتدفعه ضريبه اللي قبله، فاتوره اللي قبله اللي ما دفعتش هي بتدفعه. تبتدي تحط تصور مبدئي، ساعات احنا اللي بنخلق المشاكل بتاعتنا، بمعنى ان هي تحط تصور من الاول ان هو برضه جاي يتسلى او ان هو عايز مني كذا، فتبتدي تحط التصور ده. ما دام حطيت التصور ده في ذهني والتصور ده وحش، وتعاملت مع الشخص بثقه ان هو ده اللي موجود، اللي هيحصل بصوره او باخرى الاقي حاجه تاكد ده. يا اما هدفعه للنقطه دي، انت كده كده مش بتهتم بيا، انت كده كده، وافضل اكررها له 100 مره، انت كده كده اناني. مع الوقت طب ما انا هيبطل يهتم فعليا، ما انا بقيت اناني في وجهه نظرك مهما عملت، خلاص انا اناني، انا بدور على مصلحتي، خلاص هدور على مصلحتي، اتفرج على الماتش، هخرج مع اصحابي، هشتغل، هعمل كذا، كده كده انت مش مقدراني. وده للاسف بيحصل كتير، احنا دايما بنوصل الشخص اللي قدامنا من كتر الضغط اللي احنا بنبقى فيه، وده لان الاثنين ما بيحسوش ببعض، مش بس الزوجين، حتى لو ام وبنتها، اب وابنه، برضه بيحصل كده. خلاص كده كده انت مش حاسس، كده كده انت مش شايف، خلاص. انا بحس ان اغلب المشاكل بتنحصر يا اما ان انا مش فاهم نفسي بصوره صح وفاهم الاخر بصوره صح، يا اما مشاكل وضغوط نفسيه وحاجات مريت بيها زمان وما اتعاملتش معاها بوعي وحللتها وخرجت منها بصوره كويسه، فبدفع ضريبتها انا والاخرين بعد كده، يا اما سوء الفهم. يعني الفجوه اللي ما بيني وما بين الاخر، لو انا بيني وبين حضرتك في حفره واحنا بنحاول نتواصل او نقرب من بعض، اي حد فينا هيمشي هيقع، لكن نشوف ايه اللي نردم بيه الحفره دي، هناخد جزء من هنا وجزء من هنا، ايه فهمي ليكي، ايه الحاجات اللي تخصني، ايه اللي مش عارف ايه، جزء من ده هنسد بيه جزء وجزء من الاخر. فلما بتعيدي صياغه فهم الناس لنفسها، ونقطه رئيسيه، ابتدي من عند الاخر مش من عند نفسك. اغلب الناس بتدور على ايه؟ ان محدش حاسس بيا، محدش فاهمني، بدور على احتياجاتي انا الاول. حاول انت اللي تفهم الناس وتبتدي من عندك. دوري ان انت تنقليهم الاول للزاويه بتاعت الاخر، مجرد ان هو ابتدى يروح لاخر وشاف الحاجه، بعد كده اقول له تعالى بقى انت ايه احتياجاتك، تلاقيها دوره قل كتير، لكن لو ركزتي عليه في الاول. اعتقد الموضوع محتاج تدريب، يعني هو بس الحاجات دي مش هتيجي في يوم وليله ان احنا نصحح مفاهيم وطرق تفكير في مشاكلنا بشكل كان خاطئ على مدار سنوات، لكن خلينا نقول الكبت هجيب نتيجة سلبية، محتاجين نفضفض، محتاجين نتكلم، وفي الأول نحسن اختيار الشخص اللي احنا هنتكلم معاه. لو ما لقيتش يبقى الورقة والقلم على الأقل تخرج المشاعر السلبية اللي جواك عشان ما تدمركش، وتبتدي تاني يوم أو بعدها بشوية تلاقي نفسك أفضل، فتقدر تفكر بشكل أفضل. أنا سعدت بوجودك معايا وبشكرك جدا على المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا النهاردة، ويا رب كلنا نقدر نخرج بره الصندوق اللي احنا حابسين فيه نفسنا مع مشاكلنا، ونخرج للحياه بشكل مظبوط. شكرا ليك استاذ مايكل كمان، مدرب حياه، ومره تانية صباح النور. صباح النور، تشرفت بوجودي مع حضرتك. نخرج مع حضراتكم الفاصل، وبعدها نرجع نكمل باقي فقرات حلقتنا.